أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم الشاب فراس أحمد محمد الخويلدي السباعي من طرابلس ليبيا، رحمه الله وسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وذرية خيرا من ذريته، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم انقله من ضيق اللحود ومراشع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه العمرة ثقل فيها الموازين وارفع بها الدرجات وحط فيها الخطايا والسيئات. اللهم يمن كتابه وهون حسابه، وثقل في هذه العمرة موازينه وألهمه حسن الجواب. اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا له من المؤمنين سميعا ومجيبا، واكتب له يا الله من فضلك ورحمتك حظا ونصيبا. اللهم وزد وبارك بأجر من أمكننا بأداء هذه العمرة. اللهم اشرح صدره ويسر أمره واستر عيبه وارحم أمواته. اللهم اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.